اخر حاجه هسالك عليها يا استاذ اشرف، ايه الاشاعه اللي سمعتها وضايقتك؟ لا هي ما ضايقتنيش، يعني انا لقيت مره حد بيقول اشرف اتوفى فدخلت عزيت وقعدت اقول ده كان راجل طيب والله وبتاع، وانا اشرف عبد المتين. بس مفيش حد مره كتب حاجه استفزك انك اتعصبت او انك ترد او انك على السوشيال ميديا او في جورنان او في حاجه؟ بس في خلال مثلا الخمس سنين اللي فاتوا دول كل شويه ده ربيع اتخانق مع اشرف ومشي، ده مش عارف اتجمعوا مع بعض وسابوا اشرف لان اشرف زعق لهم، هو مفيش اي حاجه من احنا. اللطيف ان احنا بالليل بنعرف، يعني حتى ما جيت اعمل المسرحيه دي قريب لقيت ناس، وللاسف يعني منهم ناس صحفيين اصدقائنا، يعني لقيتهم كاتبين عندهم ان المسرح مصر وقف، وان عشان كده جبت شباب جداد وعملت بيهم مسرحيه جديده وبتاع. انا قريت دي وانا في المسرح اصلا وانت معاهم وانا في مسرح مصر، يعني وانا شغال بالليل في المسرح ببص حد بيوريني دي، يعني حتى اللي كتب ده ما تاكدش. طب انت مين اكتر واحد بيضحكك في مسرح مصر بره المسرحيه؟ يعني سيبك العروض احنا بنشوفها، بس مين وانت قاعد معاهم كده هو بجد اللي بيضحكك، اللي هو بيعرف يضحك اصلا؟ بص هو كل واحد عنده حته بتضحك ماشي، لكن انا مش قايس مين اكتر، يعني مثلا يعني حمد المرغني ده فظيع يعني حد بيخرجك عن النص كل مره. حمد المرغني ما بيسكتش، يعني هو حتى كان بيقول على نفسه ان هو وعيلته كلهم كده، فاللي يصحى اول واحد هو اللي بياخد اليوم كله كلام. حمدي دايما بيخرجك على النص، دايما بتخصم له على لا طبعا مفيش اي فاهم، بس يعني انا فاهم، بس هو دايما بيستفزك انك تعمل كده. لا حمدي مسخره وعنده حضور رهيب، واول موسم حمدي ما كانش بيضحك، قعد يجاهد لغايه ما وصل للحكايه دي، يعني صح. ما شاء الله ربيع على المسرح وبره المسرح عنده حته كده، عنده حته في ملكوت ربنا دي في حته تانية خالص. وبعدين ربيع من نوع يعني مثلا اي حد يقول لك ايه ده بيبرشم ولا بيشرب ولا بيعمل، مش ما بيشربش، ده لو مكان فيه حد بيدخن ما يقعدش، لو حاجه بتتاكل مش متنظفه ايه ما ياكلهاش، فهو عكس تماما ده، لكن هو عامل الكاركتر اللي بيبان ان هو مش مركز، لكن هو مركز كويس، هو مركز كويس، بس هو في الطبيعي هو في دوله تانية او في عالم تاني اصلا. لما بنقعد نتكلم مثلا ونقعد نقول راينا في نص لسه جاي لنا ولا حاجه، تلاقي ربيع طلع بجمله عكس كل الناس، فكلنا بنموت من الضحك يعني. انور نفس الحكايه، خاطر نفس الحكايه. خاطر بقى من الناس الشطار قوي، اللي هو شبهي في حاجه، اللي هو بتاع شغل، يعني ما عندوش مشكله انه يخلص مسرح يروح يشتغل في برنامج، يخلص البرنامج يروح الصبح. في بعض الممثلين تلاقيهم ايه انا تعبان النهارده، انا يا عم ربنا كرمك بشغل، ده في ناس مش لاقيه شغل، اما يبقى ربنا كرمك ما تكسلش يا ابني، يعني ايه. في مره دخل علي ربيع في عرض ما كانش ليه دور وانت قلت له خش اتصرف كده طول الوقت كتير، ده كلنا كده يعني. انا اخر مسرحيه عملناها انا ماليش، انا نفسي ماليش دور اصلا. طب بعد اول عرض لقيت حته كده فدخلت. ووافقت عليها من الاول؟ لا طبعا مش لاقيها يعني. ما احنا عندنا بنسبه 80% ارتجال، يعني بما فيها انك تعمل دورك.